السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا النهار يدوز عندكم بخير. كيف مشيتوا معايا اليوم؟ جاي عندي خويا ومرتو وقلت لهم ندير لكم الدجاج محمر. كيف ما كتشوفوا المقادير عندي هنايا، زيت العود ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا، عندي العطريه، عندي هنايا البزار، الخرقوم عرق، وسكينجبير ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا عندي الحامض، والحاره كما كتشوفوا الهريسه، وغادي نخلطها هنا مزيان، وغادي نخلط هنايا الثومه انتما كيف كتشوفوا معايا. بسم الله، انتما كيف كتشوفوا الدجاج، هانتوما كيف ما كتشوفوا المتتبعات ديالي. ها انا كيف ما كتشوفوا هاد الدجاج كيف ما كتشوفوا، انا كنشرمل فيه وكنحاول ندوز على القناه ديال الفروج فين كاين الفخاد، الا حقاش باش تبقى ليا العطيه تمايا. الملحه ما درتهاش انايا، الا حقاش عندي هنايا الحامض والحاره شويه مالح. هانتوما كيف ما كتشوفوا طريقه سهله. نجيب نسيت الرجل الاخر، حاولوا تقبلوا لي على الفيديوهات ديالي. ان شاء الله كيف كتشوفوا من بعد كان ايوا ها نتوما البنات، ها نهايه الفيديو. قربي شويه شي ماء هنا. ها نتوما كيف مشيتو الدجاج والبريوات اللي شاركت معكم البارح، بيتزا وشلاضه وشتيهم على الطبله. هادشي اللي كاين واللي كنت وحم تسمح ليا. ونهاية الفيديو، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم وفطوركم ان شاء الله بالصحة وبالراحة. السلام عليكم.